صدر التكليف لهيئة التسليح قوات مسلحة بتعاقد على أجهزة التابلت لتطوير منظومة التعليم الثانوي لصالح وزارة التربية والتعليم. تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم من خلال إدارة النظم والعلامات لوضع المواصفات الفنية المطلوبة. تم النشر على الشركات العالمية العاملة في إنتاج التابلت. ورد لنا أكثر من 64 عرض، تم تقييم العروض الفنية المقدمة وتم استدعاء الشركات المقبولة فنيا للمفاوضة والممارسة السعرية. كان في محددات بنشتغل عليها أثناء مرحلة التفاوض، إن احنا عايزين نورد أجهزة التابلت بأفضل أسعار وأفضل مواصفة وأفضل كواليتي وأفضل مخطط زمني متاح. فازت شركة سامسونج بتوريد 708,000 جهاز من خلال مراكز الخدمة لسامسونج المنتشرة في أنحاء الجمهورية. هيتم الصيانة وهيتم الضمان الفني للجهاز 3 سنوات. لما نقول إن العقد اتوقع تاريخ 29/7 والتوريد ابتدى تقريبا الأسبوع اللي فات، يعني في خلال شهر ونص معانا دلوقتي ما يقرب من 100,000 جهاز، فنقدر نقول إن التعاقد تم في وقت قياسي بالمقارنة بالتعاقدات المماثلة. إن شاء الله بقى الكمية هتوصل تباعا تنتهي في خلال شهر أكتوبر إن شاء الله.